ان شاء الله ما يطلع لنا هذا بالمسرحيه. مروان لا يكون موجود. خذيني معك مصدر. شنو؟ خذيني وياك. شنو تقول؟ لا تقول تكفين، احنا عندنا اللي يقول تكفين شايده. تكفين. يعني لازم نوفي. لا بليز. لا تكفين يعني بليز. الاول يعني انت مو لا تصدق نفسك انك اجنبي، انت يعني عربي. اي بس لا بس لا بس الحين خليني هي اسال مروان تم سؤال. مروان انت طبعا عندك اول عمل اشتغلته اللي هو عطر الروح مع الفنان الكبير هدى حسين صح؟ اللي هو الدور اللي تزنطك روك في العالم دور فلاح. ايه انا الدور طبعا الفنان هدى حسين يا حلوها نوجه له كل تحيه. انا يعني بعتبر حالي صرت نجم لاني اشتغلت مع هدى حسين مشهد بسيط جدا اللي هو انت صرت نجم الحين مع هدى حسين ما شاء الله. بس لاني اشتغلت مع هدى حسين لاني هلا مع هيا شعيبي وعبد الله طليح. يا الله اكبر. انا النجم نجوميه. نجوميه مو بال زين. قول الو بالانجليزي. الو هلو هلو اخذ اتصال. طبعا نوجه كل تحيتنا حق هداوي الله يوفقك ان شاء الله يا حبيبتي بالانتصار.